بنتكلم على ازاي نعالج الحاجات دي بطريقه طبيعيه او بنباتات وكده، بس العلاج الطبيعي للبهاء كان ايه؟ يعني لو مش بحاجه طبيعيه ايه المعالجات بتاعته؟ طيب حاضر، يبقى اول حاجه نهتم بفيتامين د، ثاني حاجه نهتم بفيتامين ه، بزيت جنين القمح. زيت جنين القمح فيه نسبه كبيره جدا جدا من فيتامين ه او اي، عشان نخلي الكبد ينتج ماده او انزيم الكاتاليز كتير عشان يتحد مع ميه الاكسجين. ثالث حاجه، احنا كمصريين عندنا نبات طبي مشهور جدا 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 في علاج البهاء. النبات ده اسمه نبات الخله البريه، ده نبات مصري وبتزرع في مصر، وهو من النباتات المشهوره جدا جدا في علاج البهاء. النبات ده بيساعد الجلد اللي هو يزود حساسيه الجلد للضوء. ده موجود في مصر يا دكتور؟ نبات مصري، يعني ده مصري. عندنا في نباتات طبيه مثلا بتتزرع في الصين زي الجينسنج، في نباتات طبيه مثلا بتكون موجوده في قبرص او اليونان زي المستكة، في نباتات طبيه مثلا بتكون موجوده في امريكا مرتبطه بامريكا زي الاخنسيا. النبات الخله البريه ده من النباتات المصريه. ده بيعالج البهاء، بيخلي يزود حساسيه الجلد للضوء مع كمان اشعه الشمس لفتره صغيره 10 دقائق، لا تزيد عن 10 دقائق قبل طب معلش يا دكتور، ده عشب بناخده احنا اللي بنعمله في البيت، ولا دلوقتي بقى في عبوات وبيتباع، ولا ايه بالظبط؟ طيب احنا في عندنا في النباتات الطبيه حاجه اسمها دساتير الادويه. دساتير الادويه دي عباره عن ايه؟ ده قانون بتمشي عليه تقدر اللي انت تحضر بيه النباتات الطبيه بطريقه علميه، بحيث اللي انت تاخد الماده الفعاله فقط بطريقه يعني تحت الاشراف الطبي بدون ما تعمل لك مشاكل. مشكله الخله البريه ان انت لو استخدمتها لوحدك بدون اشراف طبي في بعض الاحيان بتزود حساسيه الجلد للضوء جدا فتعمل حروق. اوكي. فبالتالي المريض بدل ما هو يستفاد منها في علاج البهاء بيبتدي اللي هي تعمل له مشاكل. فاحنا دايما بننصح المرضى باستخدام بعض النباتات الطبيه دي زي الخله البريه تحت الاشراف الطبي. ما انتوا بتكتب اكيد روشته ليه يا دكتور؟ طبعا وبتتاخد بطريقه معينه وبتتاخد في وقت معين. طب ما انا عايزه افهم، ده بس عشب ولا ده كريم؟ بيبقى ده النبات بيتم استخلاصه بطريقه علميه، بيتباع يعني، يكون خلاصه. تمام كده. الخلاصه دي بتستخدمها كدهان وبتستخدمها كشرب، الاثنين كدهان وشرب، ولازم بنقعد في الشمس. ايوه بس 10 دقائق فقط لا غير، ما يزيدش عن 10 دقائق في الفتره قلنا من قبل 12 الظهر والفتره من بعد الساعه 3 العصر. طب